إنجازات رائدة أشبه بالمعجزة بناها مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بسواعد أبناء الإمارات. لقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لتمكين المرأة من ممارسة حقها في التعلم، فأنشأت المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية والتعليمية، وأعطت المرأة نسبة توازي نسبة الرجل في الدورات التأهيلية والبعثات العلمية وتنمية الموارد البشرية، وفتحت لها الآفاق لتمكنها من ممارسة دورها واختصاصها العلمي والمهني في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المتعددة. فمع كل إنجاز كانت المرأة الإماراتية إلى جانب الرجل في قلب الحدث، تبني الأجيال وتقوم بدورها في بناء الوطن. وقد فرضت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة على المرأة أن تواكب التطور، فلبت النداء وتبوأت أعلى المراكز والمناصب الوظيفية في الخدمة العامة إلى جانب القطاع الخاص. وأيضاً أثبتت جدارتها وقدرتها في المجتمع، وصار لها مكان متميز في الوزارات فأصبحت وزيرة، وفي الطب فغدت طبيبة. كما أثبتت كفاءتها في الإسهام في التطور العمراني الذي شهدته الإمارات، فتخصصت في الهندسة، وشاركت في حماية الوطن، فكان لها وجودها الفاعل في سلك الشرطة والقوات المسلحة. ولا تزال تساهم في بناء الوطن وتحافظ على مقدراته ومكتسباته في كافة وزارات الدولة، تسعى للتطوير جنباً إلى جنب مع أبناء الإمارات. وتمكيناً للمرأة الإماراتية من أداء دورها وتشجيعاً لها على تنمية مهاراتها واستمرار عطاءاتها، فقد أسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه الاتحاد النسائي العام. أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل، لأن البنت إذا تزوجت الزوج وخذها الرجال مو بلازم أن الرجال تاجر، كان الرجال عنده راتب بسيط 8000 7000 5000 6000، وأصبحت هذه البنت إلى أنها مثل وحدة ممكن عندها عمل وعندها راتب، فأصبحت هي مساندتنا عرضة. وأقر دستور الإمارات المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات والوظائف العامة والواجبات.
واعتبر الدستور المرأة ركناً أساسياً من أركان المجتمع مع مراعاة خصوصيتها، حتى وصلت مشاركة المرأة الإماراتية في التعليم العالي إلى نسبة مرتفعة عالمياً. وشغلت المرأة 66% من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي و 59% من قوى العمل الوطنية الإماراتية في مجالات تتراوح بين الهندسة والعلم والرعاية الصحية ووسائل الإعلام وتقنيات الكمبيوتر والقانون والتجارة والتدريس الجامعي والحكومة وصناعة النفط. ولم تغب المرأة الإماراتية عن الاستثمار، فقد بلغ حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية 14 مليار درهم إماراتي، تديرها ما يزيد عن 11 ألف سيدة على مستوى الدولة. كما تبوأت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وأكثر من 8 سيدات منتخبات بالتعيين، كما أخذت نصيبها من الحقيبة الوزارية. كما وصلت المرأة الإماراتية إلى المناصب القيادية مثل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد تحقق قول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: لم تعد إمكانية انضمام المرأة للمجلس الوطني الاتحادي وتولي مناصب وزارية مجرد حلم بعيد المنال، بل أصبح حقيقة واقعة. واستمر البناء في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى، وامتدت مسيرة التطور والتحدي لتقلبات العالم الجديد، وظلت الإمارات متميزة في تقدمها عالمياً. تساهم المرأة الإماراتية في مسيرة تطويره وبنائه، وتوسعت مشاركتها السياسية والاجتماعية، وأصبحت طموحاتها بلا حدود حتى فاقت كل التوقعات. فتلك المرأة بيدها أكملت لوحة الحياة، وبلون عطائها ظهر إبداع هذه اللوحة، وفي مدرستها تتخرج الأجيال الواعدة. أنا اسمي مريم محمد إبراهيم محمد، الصف 6. أنا يوم أبا أكبر بإذن الله أبا أكون سفيرة. أنا شوكة أبا أستوي دكتورة. الله يقدرنا وربيها تربية زينة ونعلمها أحسن تعليم لأجل تخدم بلدها، يكون لها مكانة ودور في إماراتنا الحبيبة. آمين إن شاء الله. معاً نثمن عطائها.